بس خليني برضو اسال عمرو، يمكن دي اول بطوله ليك صعبه، يعني يمكن لسه 14 سنه، لما انتوا كنتوا نفس الجيل ده 2006 2007 في 14 بطوله اتلغت. طب وانتوا داخلين على النهايات وكانت ضلمه زي ما كابتن محمد بيقول كل الفرق زي بعض، انتوا كلاعيبه حسيتوا ان ده مستحيل ناخد البطوله ولا شفتوا ان الدنيا قريبه؟ لا احنا كنا عاملين حسابنا احنا ناخدها ان شاء الله، يعني مش عارف احنا كنا بنتمرن يعني كتير وكنا بنتعب، فكنت عندي احساس كبير ان احنا ناخدها، بالذات ان احنا فرقه يعني عندنا يعني ممكن باقي الفرق بتعتمد على 7 6 لعيبه، احنا 12 لعيب اللي في السكور، هم 12 لعيب يقدروا اللي بيبدل يجيب التاني، يعني هو نفس المستوى والفيتنس بتاعنا حلو يعني. وحسيت حتى الايام اللي كنا بناخدها اجازه كان الكابتن ساعات بيبقى عندنا فيتنس، عندنا شوط الصبح اي حاجه، فيعني اتمرنا كتير فحسيت ان احنا هناخدها. يعني ده اللي عاجبني في كلامك ايه يا عمرو، ان انت مصدق شغلك، يعني انت بيتكلم احنا اتمرنا فاحنا ان شاء الله هنكسب عشان اتمرنا، احنا بنادي، احنا بنتعب، احنا لعبتنا، يعني انت اهم حاجه تثق في نفسك الاول وفرقتك، دي اول حاجه في المكسب. الثقه كانت اهم حاجه يعني عشان نكسب، اول ما كناش داخلين واثقين كنا ممكن نخسر. صح. فاحنا حتى يعني حتى ماتش سموحه اللي هو التاني لما خسرنا انا كان عندي احساس لا طبعا من جزيره او زمالك، لان الفرقتين برضو عاديين. طب لما الجزيره كسبت سموحه في اخر ثانيه، سموحه كسب الجزيره في اخر ثانيه بكره 4 بونت، وده ما خليكوش تحبطوا، يعني انت برضو خلي بالك انت بتلعب بتكسب وبتبص على المنافس. فالمنافس كسب في اخر ثانيه في وقت انت كنت متوقعه يخسر، ده برضو ممكن يعمل لكم احباط. عمل لنا طبعا احباط، انا كنت قاعد ساعتها في المدرجات، يعني ما حدش فينا كان يتوقع ان الكره تخش اصلا، يعني 4 بونت وكان ناقص بس متهيألي 20 ثانية حاجة زي كده، فالموضوع يعتبر خلص خلاص جابوها. لا بوان مور كمان وان مور يعني كان بستة عشان معدي الطول كان بتو مور تو مور، ما هو بتو مور بياخد ادفانتج عشان طول القامة. يعني برضه حاجة تحبط، بس انتوا يعني فضلتوا مركزين في شغلكم؟ فضلنا يعني انت هتلعب لغاية آخر حاجة، خلاص انت خسرت الماتش مش مهم، خلاص انت تلعب لغايه لما تكسب. نعم. خلاص احنا يعني لما لو فرقه تانية كانت ممكن تقول خلاص كده خدنا تاني، لان الزمالك كان يعني معظم الناس متوقعه هيسيب الماتش. يعني احنا نفسنا كنا متوقعين يعني قبل ما نروح قلت له خلاص ملوش اي منافسه خلاص، فممكن يكون فرقه تانية مش هيكسب لصالح، بس لو كان كده كده الزمالك كان لو كان خسر هياخد رابع، ولو كسب هياخد رابع ملوش اي حاجه، واحنا كنا خسرنا او كسبنا هناخد تاني فعادي يعني. لكن احنا قلنا نكسب وخلاص، يعني هو الماتش الاخير فنخلص الماتش بشكل نخلص سيزون بشكل حلو. سبحان الله. فسبحان الله كنا قاعدين كلنا فوق وكابتن محمد وبتاع، مره واحده لقينا الزمالك طول الماتش فارق 20 بونت وحاجه غريبه بتحصل يعني. ما صدقتش برضه بجيب البتاع على اليوتيوب لقيتها ما صدقتش، بس انتوا دي حاجه جديد، دي درس كبير ليكم. احنا ساعتنا يعني فرحنا ويعني الباور بتاعنا زاد على اللزوم. فروحنا طبعا نزلنا الماتش ما كناش خايفين منهم، حتى لو كنا خسرنا منهم قبل كده بس عادي يعني كنا واثقين ان احنا هنكسب. برافو عليك. ما حدش هيكسب ماتشين ورا بعض. انت مشروع لعيب عنده ثقه وعنده باور وعنده يعني شخصيه، فان شاء الله تبقى لاعب كبير.